هنبتدي مع بعض شبهة دلوقتي، اللي هي هل هناك تناقض في عنوان صلب المسيح؟ هقول لحضراتكم كالعادة نص الشبهة بتدور حوالين إيه. الشبهة بيقول فيها المشكك: العنوان الذي كتبه بيلاطس ووضع على الصليب في الأناجيل الأربعة مختلف. ففي متى 27-37 يسوع ملك اليهود، وفي مرقس 15-26 ملك اليهود، وفي لوقا 23-38 هذا هو ملك اليهود، وفي يوحنا 19-19 يسوع الناصري ملك اليهود. وبيقول المشكك ده تناقض، لأن كل واحد كده كتب حاجة مختلفة، وكالعادة هما لما بيلاقوا حاجة زي كده بيعتبروها حجة أو إثبات، يعني من الحاجات اللي بيقولوها إن هو ما حصلش الصلب أو غيرها من الكلام الغريب اللي بنسمعه. الحقيقة لا يوجد أي تناقض، لكن اتكتب على عنوان علة المسيح على عود الصليب: هذا هو يسوع الناصري ملك اليهود. ولكن بعض البشيرين اختصروها. نلاحظ العنوان كان مكتوب بثلاث لغات: العبرية واليونانية واللاتينية، وبين الثلاث لغات هناك فروق. التناقض كان يحصل إمتى؟ لو قال مثلا مبشر من المبشرين زي متى البشير مثلا، كان قال مكتوب المسيح فقط، وواحد تاني قال إن كان مكتوب فقط كلمتين ملك اليهود، ده ما حصلش، محدش فينا قال لنا عنوان بس كان مكتوب هذين الكلمتين. فالاختصار ده مش معناه تناقض. كل واحد لما ياخد جزء من عنوان ده مش معناه ان هو بيناقض الاخرين. فمتى البشير لما بيقول وجعله فوق رأسه علته مكتوبة هذا هو يسوع ملك اليهود، مرقس البشير وكان عنوان علته مكتوبا ملك اليهود، لوقا كان عنوانا مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية هذا هو ملك اليهود، يوحنا يقول لنا في إنجيل إصحاح 19 بداية من عدد 19 وكتب بيلاطس عنوانا ووضع على الصليب وكان مكتوبا يسوع الناصري ملك اليهود. فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة وكان مكتوب بالعبرانية واليونانية واللاتينية. هو كان مكتوب بثلاث لغات: يونانية ورومانية اللي هي اللاتينية يعني، والعبرية. الثلاث لغات اتفقوا في تعبير ملك اليهود، ولكن واضح ان بعض اللغات كان مكتوبة يسوع ملك اليهود، وده التضايق اللي كان بيقراها بالعبرانية. فاختصار مثلا متى البشير لما يختصر كلمة الناصري ده مش خطأ، ده مش تناقض، لان ما فيش واحد تاني، او متى البشير ما قالش ما كانش مكتوب الناصري، هو بيقول لنا ده مختصر العنوان. مرقس البشير ومعروف باختصاره كتب ملك اليهود بس، لوقا ركز على لقب ملك اليهود، يوحنا الحبيب كتب العنوان كامل بس بدون الإشارة. فالثلاثة لما نقارنهم مع بعض، أدي الثلاث عناوين أو الأربع عناوين اللي كتبها الأربعة مبشرين: هذا هو يسوع الناصري ملك اليهود، فذكر لنا كلمة ملك اليهود، مرقس البشير هذا هو يسوع الناصري، مرقس البشير قال لنا ملك اليهود، اللي مكتوب باللون الأحمر ده اللي هي ما ذكرهاش المبشر، فمتى البشير قال هذا هو يسوع ملك اليهود، مرقس قال ملك اليهود، لوقا هذا هو ملك اليهود اللي يتفق مع متى البشير، يوحنا هذا هو يسوع الناصري ملك اليهود. نلاحظ الأربعة متفقين، محدش قال هذا هو ملك اليهود وواحد تاني قال لا كان مكتوب عليه إن يسوع الناصري ليس هو ملك اليهود أو غيره من التناقضات دي. فالمضمون واحد، ولكن كل واحد اختصر العلة بأسلوبه، ولكن من خلال الأربعة نقدر بكل بساطة نوصل للنص الكامل. فالمبشر ما بيعتمدش ان هو بينقل بالحرف والكلمة وأداة التعريف وكل شيء، ولو عملوا كده كانوا هيقولوا التعريف ده كان مكتوب باليوناني ولا بالروماني ولا بالعبري، لكن كل واحد من المبشرين اكتفى بالجزء المهم، ولكن الأربعة اتفقوا في حاجة مهمة الأساسية المقصودة، وهي تعبير
ملك اليهود، لأن هو ده الأساسي المهم اللي كانوا يقصدوا يشيروا إليه. على فكرة التعبيرات مكتوبة بالأربع لغات، اليوناني واللاتيني والعبري، بالمنظر ده قدام حضراتكم. بناء على اللاتيني جه التعبير المشهور اللي بنلاقيه حاليا موجود في الصور، INRI، اللي بنشوفه بالمنظر ده، ودايما بنشوف صور كتيرة جدا كاتبة الأربعة، اللي هي إيسوس نازارينيوس ريكس إندوريوم، يعني اللي معناه يسوع الناصري ملك اليهود، والآخر اللي هو اختصار اليوناني، الأربع حروف دول اللي هو إيسوس ناصرينيوس، وبيكمل بقية العنوان بالأربع اختصارات. البعض كان بيقول، بعض التفسيرات بتقول هذا الأمر ولكن ما اتفقش معاه، ولكن البعض بيقول إن هو كان مكتوب باختصارات، فالأربعة مبشرين كل واحد وضح الاختصارات دي معناها إيه. لكن يعني ما اتفقش مع هذا التفسير قوي، أنا أتفق مع إن هم كانوا بيركزوا على الجزء المهم في العلة المكتوبة بثلاث لغات ورا بعض. لكن الأهم من كده، تناقض إيه؟ هل اتكلموا على حاجة وهمية عشان يكون في كلامهم تناقض؟ ده عندنا أمر تاريخي يؤكد صحة الكلام ده، لأن عندنا اللوحة اللي بالفعل اكتشفت، وهذه اللوحة عليها بالفعل اسم أو العلة بتاعة الصليب. فالملكة هيلانا لما اكتشفت عود الصليب ووجدته في سنة 326 ميلادية، ووجدت الصليبين الآخرين وأرادت تتأكد إن هو ده صليب المسيح، القديس مقاريوس قال لها هو الصليب المكتوب أعلاه هذا هو يسوع ملك اليهود، كانت عايزة تشوف آية علشان تطمئن أكتر، فتدبر الأمر إنه بالفعل يكون مارر جنازة بإذاعة إنسان ميت، فوضعوا على كل الصليبين الأولانيين فلم يقم، ولما وضعوه على صليب الرب يسوع المسيح حصلت معجزة وقام الميت في الحال، فتأكدت إن ده صليب المسيح، وبنت كنيستين، كنيسة القيامة اللي اتبنت فوق القبر، وكنيسة المهد اللي اتبنت في مغارة بيت لحم مكان ميلاد المسيح. وبعد كده سابت للأب مقاريوس المكان، وأرسلت للبابا أثناسيوس الرسولي علشان يجي يدشن كنيسة القيامة، فراح سنة إلى أورشليم سنة 328 ودشنه مكان الكنيسة. لكن الكنيسة القيامة اللي احنا قلت لحضراتكم اتبنت سنة بالكامل أو انتهى بناءها سنة 333. راح البابا أثناسيوس الرسولي ومعه بطريرك أنطاكيا، واحتفلوا بخشبة الصليب المجيد، وأخذوا الصليب وأخذته الملكة هيلانا والمسامير، وعادت بيها إلى قسطنطين اللي غلفه وحطه الغلاف من ذهب ورصعه بجواهر كريمة، ووضع في خوذته بعض المسامير اللي كانت مع عود الصليب، وظل الصليب المقدس موجود، لكن للأسف فترة من الفترات ابتدى يتم توزيعه على عديد من الكنائس في أنحاء العالم، فجزء موجود حاليا بروما، جزء كبير، جزء آخر موجود بالقسطنطينية، وقطع موجودة في بلاد كتيرة في العالم، منهم جزء صغير موجود في مصر، أحضره أسقف الفرنسيسكان هدية للكنيسة الأرثوذكسية، وموجود حاليا في دمياط أو مطرانية دمياط، في كنيسة الشهيد سيدهم بالشاي في دمياط في مصر. حاليا الصليب أجزاء كتيرة موجودة في قطع كتيرة في العالم، زي ما قلت جزء كبير موجود في كنيسة في روما في الفاتيكان، جزء تاني موجود في القسطنطينية، وفي أجزاء صغيرة موجودة في بلاد مختلفة، زي ما قلت منه جزء صغير موجود في كنيسة قديس سيدهم بشاي في دمياط، اللي هي مطرانية دمياط في مصر. أيوة طيب، الأستاذ سيرين كريستيان، بركة كبيرة، ربنا يبارك في حضرتك. القصة دي مش متألفة وما اخترعناهاش حديثا، ذكرها مؤرخين كتير، يوسابيوس القيصري ذكرها، قديس أمبروسيوس أسقف ميلان ذكرها، قديس كيرلس الأورشليمي ذكرها. اللوحة أيضا كانت للأسف اختفت من القرون الأولى بعد القرن الخامس وشوية في العصور الوسطى،
تقريبا أو من القرن السادس، لكن أعيد اكتشافها مرة تانية سنة 1492، اكتشفها الكاردينال بيدرو، ومن موجودة من وقتها في الفاتيكان، ولكن للأسف حالتها ضعيفة جدا، عشان كده الفاتيكان رافضين يعرضوها محافظة عليها. ردود كتيرة أيضا اتقدمت، يعني رد قديس منيس عبد النور ذكر عن تاريخ الشبهة دي إيه، وده كان شيء رائع منه. فبيقول القس منيس عبد النور في الرد على هذه الشبهة: كان أول من أثار هذا الاعتراض أحد الملاحدة الأمريكان اسمه توماس بين، هو مؤلف كتاب حقوق الإنسان، بيحاول كان يشكك في الكتاب المقدس بأي شكل. طبعا كالعادة احنا عارفين الشرقيين أو المشككين الشرقيين ينقلوا بدون ما ينقلوا الرد. رد عليه أحد العلماء الغربيين أو الأمريكان في الوقت ده، قال له إن الخلاف اللي موجود في الأناجيل ده لفظي فقط، كل واحد بيعبر بأسلوبه بالعبرانية واليونانية واللاتينية، فالتراجم ده اختلاف التراجم لا تدل على اختلاف الأصل. وإن فرضنا أن المقادير قضت عليك، إن هو بيرد يعني بأسلوب ساخر شوية من المشكك، فبيسخر من توماس بين، بيقول له يعني لو حصل وقضت عليك المقادير إن أنت تتشنق، واتكتب فوق المشنقة باللغة الفرنسية والإنجليزية والألمانية توماس بين الأمريكي مؤلف حقوق الإنسان، 4 شهود 4 أشخاص شهدوا إن تم تنفيذ حكم الإعدام عليك بالشنق، وروا الحادثة دي وكتبوا ملخص تاريخك بعد وفاتك بـ20 سنة، واحد قال توماس شنق، وكان عنوان المشنقة هذا هو توماس بين مؤلف حقوق الإنسان، الثاني قال كان عنوانها مؤلف حقوق الإنسان، الثالث كان عنوانها هذا هو مؤلف حقوق الإنسان، والرابع كان عنوانها توماس بين الأمريكي مؤلف حقوق الإنسان. هل في حد هيشك في الأربعة دول إن هم بالفعل بيذكروا إن أنت بالفعل تم شنقك؟ طبعا هو بيسخر منه، فبيقول فكذا الحال، الله بيخاطب حسب الطرق المصطلح عليها بين الناس. لكن المهم بالنسبة لنا إحنا المعنى الروحي اللي اتكتب على عود الصليب اللي قال عليه يوحنا عنوانا أو لقبا ودعاه متى أو سماه علته أو الاتهام، ومرقس ولوقا سموه نقشا. اهتم الإنجيل يوحنا بالكشف على أبرز الصليب في حياة يسوع المسيح، ففي الإصحاح الثالث أكد على موضوع إن هو يرفع على عود الصليب، وركز على تعبير ابن البشر وابن الإنسان. علشان كده ركز يوحنا الحبيب على تعبير ابن الإنسان، لأن ده كان مهم بالنسبة له إن هو يترفع على عود الصليب ويتكتب عليه يسوع الناصري ملك اليهود. فده النقطة المهمة، فالغلطان اللي بيركز على المعنى الحرفي فقط ويسيب المعنى الروحي المهم. إيه المقصود إن ملك اليهود هو اللي يتصلب عننا؟ لأنه مقصود بيه إن المسيح اللي منتظرين اليهود لم يدركوه معظمهم، ولكن هو جاء لأجل خلاص العالم. ناخد